أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا رجل أبيع وأشتري، وبقي لرجل عندي مبلغا من المال، وقلت يقول أحسن الله إليكم: أنا رجل أبيع وأشتري وبقي لرجل عندي مبلغا من المال، وبقي لرجل عندي مبلغا من المال، مبلغ أحسن الله إليكم فاعل، نعم، وبقي لرجل عندي مبلغ من المال، وقلت له: أرسل لي رقم الحساب حتى أرسل لك المبلغ، فلم يرسل لي، ومضى وقت على ذلك وفقدت رقمه، فماذا علي؟ فقدت رقمه لما أعطاك إياه. على كل حال اطلب منه ثاني يرسلك الرقم الأمر سهل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.